عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل قالب كيك كتير طيب. أول شيء كل عام أنتم بخير، رمضانكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والبركة يا رب. منبلش بالمكونات. عندي 2 بيضة فصلتهم، البياض لحال والصفار لحال. عندي 400 جرام سكر، وعندي 100 جرام زبدة، وكاسة حليب 250 ملي، وعندنا هون برش ليمونة، وعندي ما ورد أو ما زهر شوي منحط مشان ما نكتر برش ليمون ويظهر طعمته، أو نكتر فانيلا وتمرمر، نحط شوي من كل شغلة. وعندي فانيليا، وعندي طحين 340 جرام طحين، ونخلتهم أنا منيح طبعا، ومعلقتين بيكنج باودر، معالق شاي بس معرمين. يعني اول شيء رح بلش بخفق الزبدة لحالها. طبعا نسيت لكم انه الزبدة بحرارة الغرفة، يعني انا طلعتها من قبل بوقت من البراد عشان اقدر اخفقها دغري يعني على السريع. هلا منضيف السكر فوق الزبدة ونكفي خفق. هلا منضيف صفار البيض ومنكفي خفقهم منيح. هلا بعد ما خفقت البيض بدي احط المعطرات، الما ورد او الما زهر. هلا انا هون عندي ما زهر وبرش الليمون والفانيليا. هلا اللي بحطه انا كمية كتير قليلة، يعني المعلقة الصغيرة تبع الشاي مشان ما كتير تظهر الطعمة. هاي هي معلقة شاي، وبحط برش الليمون، بالنسبة للفانيليا كمان إذا كترنا منها بتمرمر، فالفانيليا كمان منحط ربع معلقة شاي. يعني احنا ليش اللي حطينا 3 شغلات؟ مشان كل واحد 3 يغطوا على زنخة البيض بس، ولا شيء انه يظهر كتير ويأثر على الكيك. هاي هنا شوية ربع معلقة شاي، ومنرجع هلأ منكفي الخفق. هلأ بجيب الطحين وبجيب البيكنج باودر، المعلقتين اللي قلت عنهم، هاي الطحين وهاي البيكنج باودر، وبحطهم على الطحين وبحركهم منيح مع بعض. اللي بده يصير انه بدي نزل شوية طحين وشوية حليب واخفق، ضلني استمر بهاي العملية ليتخلص الكمية كلها. حطيت شوية طحين شوية حليب وبخفقهم. هلأ هيك بعد ما جهز الخليط بحطه على جنب، وهلأ بدي اخلط. هون عندي بياض البيض وحطيت عليه ذرة ملح، بدي اخفقه ليصير يطلع مشان بعدين بحطه بالخليط وبحرك بالمعلقة، ما بعود اخلط بالخلاط مشان يعطيني قوام سفنجي للكيك. الخلاط لازم نحطه على سرعة عالية مشان
يطلع معي البياض. طبعا حبايبي خلصنا هون الخلط، شوفوا بيصير لما بقلبه ما بينزل، هيك بده يصير قوامه. طالما لسه بيسيل معناته لسه بده خفق. هلا بدي جيب الخليط ونزل بياض البيض، بس هلا ما عاد اخفق بالخلاط كهرباء، لانه اذا رجعت خفقت بده يرجع ينزل لهذا البيض وما بستفيد بعدين من عملية الفصل. قلب المزيج تقليب الخفيف، بحاول انه قدر الامكان يضل البياض يعمل مسامات بقالب الكيك مشان يطلع طري وسفنجي. تقليب خفيف فوتهم للمزيجين ببعض. ضل قلب لحتى يختفي بياض البيض، ما عاد تشوفه، خلاص بيكون دخل منيح بالمزيج. مثل ما شايفين حبايبي اختلط وقوام 100%. جبت انا هاي الصينية ودهنتها سمنة ورشيت فيها طحين مشان ما يلزق الكيك. هلا اذا في ورق زبدة ممكن الواحد يستغني عن هاي المرحلة ويحط ورق زبدة بدل السمنة والطحين. انا هلا ما متوفر عندي ورق زبدة. هلا بدي نزل الخليط بصينيتي، وطبعا شعلت الفرن قبل وخليته يحمى منيح. هلا ببلش نزل الخليط تبعي بالصينية. بعد ما حطيته بالصينية بهزه هيك شوي مشان يتوزع منيح، وبدقه مشان بحاول ما يطلع معي طالع نازل. وهلا هيك صار جاهز لا يفوت على الفرن ونشوف النتيجة بس يخلص. طبعا اخذ 40 دقيقة صار مارق، وبعد ما مرق نص ساعة شعلت له من فوق شي 10 دقايق ورجعت طفيت يعني، او بعد ما مرق 25 دقيقة شعلت له 10 دقايق. هلا صار له هو 40 دقيقة، رح جربه بالشوكة، جربته انا ورح ارجع جربه. اذا ما طلع شي عليها بيكون استوى. هلا بطفي عليه وبخليه بالفرن، ما بطلعه دغري، بفتح باب الفرن شوي صغيرة مشان ما يهبط دغري اول ما طلعه. هذا الشكل النهائي له بعد ما طلع، ومنيح اللي طلع هيك شكله، يعني كتير عذبتني ليلي وانا عم ساوي. هلا ما بقرب عليه شوي، بتركه ليبرد شوي
بس قبل ما يبرد كتير بدقدق الصينية شوي وبفكفكها من جنابها مشان إذا برد على الآخر بيلزق بالصينية، بس مش دغري. هلأ إذا بقعد دقدق وساوي بيهبط، استنى عليه شوي. وأهم شي فنجان النسكافيه طبعا، لأنه الدنيا رمضان وبعد شوي بدنا نصوم. وهذا شكل القالب بعد ما برد وقلبته. طبعا إذا بتاخدوا صينية أصغر بيطلع معكم أعلى لسه من هيك. خلونا نشوف قوامه كيف. شايفين كيف قوامه سفنجي وطلع منيح معنا ما عجن؟ شايفين القوام سفنجي. ان شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا الدعم دايما بلايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد. وشكرا كتير ومع السلامة.